السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مراجعات الجرامير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سؤال حروف الجر لبروبوزيسيون، ونخلي بالنا عشان ممكن يجي لك سؤالين في امتحان ثانوية عامة على حروف الجر. هتقولي طب ممكن يستبدلوا بإيه؟ ممكن يستبدلوا بسؤال بتاع أدوات التجزئة اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. فلو جاب لك جملة جرامير هيجيب لك جملة أدوات تجزئة، ما جابش أدوات تجزئة يبقى هيجيب لك جملتين جرامر. ادي كل حروف الجر اللي عندك في اللغة الفرنسية، هنتكلم عن واحد واحد فيهم نعرف معناه ايه وبيستخدم في ايه بالظبط. اول حرف جر عندنا اسمه آه، وآه معناه بالعربي إلى او في او على او حرف جر باء. طيب هنقول كمان شوية امتى هروح اختار آه لوحدها كده لما اشوف ايه بعض النقط عشان احط حرف جر ا. المعلومه اللي عايز اقولها دلوقتي ان حرف جر ا لو اضطريت تدمج معاه ادوات التعريف اللي في اللغه الفرنسيه اللي هي لو ولا ولي والابوستروف، اللي ا لو جه وراها اداه التعريف اللي اسمها لو الف لام بتاعه مذكر بيتلموا في كلمه واحده اسمها او. طيب ا هنا يبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها الى او على او في او حرف جر باء زي ما قلنا. يبقى لما اقول الى النادي مثلا، النادي مذكر، فلما كنت هعرفه كنت هحط له اداه التعريف اللي اسمها لو. يبقى لما اقول الى النادي يعني ا لو، اللي يتلموا في كلمه واحده اسمها او، فاقول او كلوب الى النادي. لكن لو كنت عايز اقول مثلا انا رايح الى الريف، ريف معناه كومباني والكومباني مؤنث، فلما حاجه اعرفه هحط له اداه التعريف اللي اسمها لا. يبقى لما اقول à la campagne الى الريف، اللي a زائد la تفضل زي ما هي à la. طيب لو انا رايح مكان بيبدا بحرف متحرك زي مثلا كلمه école بمعنى المدرسه، يبقى لما اقول الى المدرسه à l'école احط الابوستروف قبل école، a زائد الابوستروف تساوي a الابوستروف وتبدا زي ما هي. لكن لو رايح مثلا مكان جمع او بلد جمع زي الولايات المتحده الامريكيه، لما اجي هعرفها احط الني الالف لام بتاعه الجمع. يبقى لما اقول الى الولايات المتحده الامريكيه ا زائد لي تديني او اخرها اكس. تاني حرف جر مهم عندنا اسمه دو، ودو برضو في الفرنساوي له كذا معنى بالعربي، ممكن يكون معناه ان او عن او من او للملكيه. طيب اللي برضو دو لما تيجي تدمج معاها ادوات التعريف دو زائد لو بتدينا كلمة واحدة اسمها دو. هتقول يا مسيو ده كده أداة تجزئة اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات. لا، هنا دو عبارة عن حرف جر مش أداة تجزئة، وهقول كمان شوية ايه الفرق ما بين حرف الجر وأداة التجزئة. أداة التجزئة لما قلنا المرة اللي فاتت لما كانت الجملة بتتنفي كنا بنحول الدو والدولا والدو الابوستروف والدي نحولها لحرف جر دو، بنطبق عليها قاعدة دو بتاعت النفي. لكن لو دي هنا حرف جر مش أداة تجزئة والجملة منفية هتفضل زي ما هي دي لأنه حرف جر مش أداة تجزئة. هتقولي طب أنا هعرف الفرق إزاي؟ ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت أدوات التجزئة بتستخدم لإيه؟ بتستخدم للرياضة مع فيرب فير، تستخدم للأكل والشرب مع كل الأفعال ما عدا الأفعال الضلة على المشاعر، تستخدم للطقس مع كلمة إليا، وبتستخدم للتسوق العام كلمة شوبينج وكلمة كورس. وكما كانت بتستخدم في الموسيقى بس ساعتها اعتبرنا ان هي حروف جر مش ادوات تجزئه، عشان كده مع الموسيقى المره اللي فاتت لما كنا بننفي الجمله ما كناش بنحط حرف جر دو، كنا بنسيبها زي ما هي دي ودولا ودولا ابوستروف ودي. يبقى خلاصه الكلام ادوات التجزئه عند النفي يطبق عليها قاعده دو، لكن لما تكون حروف جر لا يطبق عليها قاعده دو. تالت حرف جر مهم عندنا اسمه اون، وده أهم حرف جر في اللغة الفرنسية عشان استخداماته كتير جدا وهنشوفها كل كمان شوية كده هنعرف بتستخدم فين. المهم معناها بالعربي إلى وفي ومن. طيب بعد كده عندنا حرف جر برضو مهم وبيجي كتير في الامتحانات اسمه شي، وشي معناها عنده، ودي تتحط قبل العاقل بس قبل البني آدم فقط، لما تكون رايح عند بني آدم تحط قبله كلمة شي. برضو كلمة افك بمعنى مع أو بواسطة، لو افاك جاي وراها حاجة غير عاقل يبقى معناها بواسطة، أنا بكتب بواسطة الألم افاك
مكغيون. لكن لو وراها عاقل يبقى معناها مع، انا رايح النادي مع منى، افيك منى. حرف جر بور معناه لكي او من اجل، لو جاي وراه فعل محطوط في مصدره يبقى معناها لكي، لكن لو جاي وراها اسم يبقى معناها من اجل او بالبلدي علشان. حرف جر دون بمعنى في، devant بمعنى أمام، عكسها derrière بمعنى خلف، sous بمعنى تحت، عكسها sur بمعنى على أو فوق، entre معناها بين، parmi برضو معناها بين. طب إيه الفرق ما بين entre و parmi؟ entre بستخدمها لو أنا أقف بين شيئين، يعني في حاجة محطوطة ما بين حاجتين بس أقول entre، لكن لو حاجة محطوطة ما بين حاجات كتير وسط حاجات كتير أقول parmi. par معناها بواسطة أو بال، ونشوف كمان شوية هنستخدمها في إيه. طيب حروف الجر بقى المكتوبة بالأزرق دي اسمها حروف جر دل على المكان، لازم يكون وراها حرف جر دو، à côté de بالجوار من، à droite de على اليمين من، à gauche de على اليسار من، à la fin de في نهاية، à l'est de في الشرق، à l'ouest الغرب، à proximité على مقربة اللي بتساوي أكوتي، عشان ممكن يجيبها لك في قطعة يقول لك فلان ساكن أكوتي دو ليسي بجوار المدرسة، ويجي في الأسئلة يقول لك هو ساكن بعيد عن المدرسة ولا أبروكسيميتي على مقربة من المدرسة، طبعا تختار أبروكسيميتي. طيب دي كل حروف الجر الدالة على المكان اللي لازم يكون قبليها حرف جر أ، à côté, à droite, à gauche, à la fin, à l'est, à l'ouest, à proximité. في حروف جر تانية دل على المكان بيتحط قبلها حرف جر O اللي بيساوي A زائد L. A زائد L يديني O. Au sud de في الجنوب، au nord de في الشمال، au centre de في وسط، au milieu في منتصف، au début في البداية، au bord على شاطئ، au bout على حافة، بكون واقف على شاطئ مثلا أو على حافة مية أو البحر، au fond بالداخل، en face في مواجهة. بعد كده عندنا حاجتين ما بيتحطش قبلهم حاجة خالص بس لازم وراهم دو، loin de بعيد عن، و près de قريب من. تعال بقى نشوف استخدامات حروف الجر اللي قريناها فوق. امتى تروح تختار حرف جر أ لوحده كده مش مدمج مع أدوات تعريف؟ اللي تحطه قبل مدينة مؤنثة، مدينة مؤنثة زي مثلا روم، باري، أي مدينة مؤنثة أحط قبلها حرف الجر أ بدون أدوات تعريف، لأن المدن لا تعرف في اللغة الفرنسية، مفيش حاجة اسمها آل باريس ولا آل روما، لا أقول روما حاف كده على طول. يبقى أي مدينة مؤنثة أحط قبلها حرف جر أ، وبالمناسبة كل مدن العالم مؤنثة ما عدا القاهرة والفيوم وسينا والخرطوم، الأربعة دول بس مش هحط قبلهم أ، بحط قبلهم أو اللي بتساوي أ زائد ل. طيب نكمل استخدامات أ. اللي ممكن تتحط قبل اسم بني آدم، il offre un cadeau à Mona، وهو يقدم هدية إلى منى، يبقى هنا أ بمعنى إلى. طيب اللي كمان حرف جر أ بيتحط قبل الساعة، لما تيجي تتكلم عن الساعة أقول لك رحت المدرسة الساعة كام، يقول لك il va هو يذهب، à l'école إلى المدرسة، à 7 heures الساعة 7، أو à midi الساعة 12 الظهر، أو à minuit في منتصف الليل، أيا كان الساعة أحط قبلها حرف جر أ. طيب اللي كمان تتحط قبل كلمة بيه بمعنى القدم، لما أكون مستخدم قدمك عشان تمشي عليها تروح مكان معين تحط قبلها كلمة أ، je vais au lycée أنا أذهب إلى المدرسة، à pied على القدم. اللي كمان تحطها قبل وسيلة مواصلات انت بتركب فوقيها، يعني وسيلة مواصلات بعجلتين فقط زيها زي رجلك، il va à l'école هو يذهب إلى المدرسة، à moto على الموتوسيكل، هنا بمعنى على، à moto، à bicyclette، à vélo، أي حاجة بتتركب هتحط قبلها حرف جر أ. طيب اللي كمان بتحطها قبل ظهر الحيوان، ما هو برضو انت بتركب فوقيه زيه زي العجلة والموتوسيكل، يبقى إيه المونت هو يصعد، أ شوفال على ظهر الحصان. آخر استخدام لأ
لما أقول بوصف اللبس جي اون روب، أنا عندي فستان أ بوا مشجر. بوا معناها نقط صغيرة أو التشجير يعني، فتحط قبلها كلمة أ. أو أ ريور مقلم، ريور معناها خطوط أو التقليمة، يبقى برضو أحط قبلها أ. طيب تعالى بقى نشوف استخدامات أو اللي بتساوي أ زائد لو، يعني محتاجة ورا الأ أحط أداة تعريف لو، الألف لام بتاعة المذكر اللي تتحط قبل المدن المذكرة اللي أنا لسه قايله من شوية، اللي هي القاهرة والفيوم وسيناء والخرطوم، وتملي بيجيب القاهرة. يبقى جو في، أنا أعيش، أو كير في القاهرة. هنا كان في أ بمعنى في، زائد ألف لام اللي اسمها لو، أ زائد لو يديني أو في القاهرة. طيب قال لي كمان تتحط قبل البلد المذكر، يبقى مدينة مذكر وبلد مذكر. طب أنا أعرف منين البلد المذكر من المؤنث؟ كل البلاد اللي آخرها حرف أ هي مؤنثة. أول ما تلاقي بلد مفيش آخرها حرف أ تعرف إن هي مذكر، يبقى تحط قبليها أو. يبقى إيل بار هو يغادر إلى المغرب، مغاك معناها المغرب، حطيت إلى ال اللي كانت بتساوي أ زائد لو. طيب قال لي كمان تتحط قبل مكان مذكر، مكان عادي زي مثلا استاد، الاستاد مذكر، يبقى إيل فا هو يذهب إلى ال الاستاد، أ زائد لو يديني أو. قال لي كمان تتحط قبل لعبة رياضية مذكر مع فيرب جوي. هنا نرجع بقى لونيتي ا اللي بيتكلم عن الرياضة. احنا عرفنا المرة اللي فاتت لما يكون بيتكلم عن الرياضة ومستخدم فيرب فير كنت بحط في النص أدوات التجزئة، لكن المعلومة الجديدة بقى إن لما يتكلم عن الرياضة ويستخدم فيرب جوي مش فيرب فير، فيرب جوي بمعنى يلعب، في النص حط حروف الجر. أي لعبة مذكرة حط لها أو، مؤنثة حط على، بتبدأ متحرك يبقى أ الأبوستروف. طيب هنا التنس مذكر، لعبة رياضية مفيش آخرها أو تبقى مذكر، عشان كده حطيت قبليها حرف الجر بتاع المذكر اللي اسمه أو. طيب بعد كده قال لي كمان تتحط قبل المهن أو الوظائف زي مثلا مدرس، بروفيسور، ميديسان، طبيب، بس المهم يكون مذكر. يبقى إيل بارل هو يتحدث إلى المدرس، أ زائد لو إلى البروفيسور مذكر، يبقى حط قبليها أو. طيب قال لي كمان بتتحط قبل فصل الربيع، لو برينتون، الربيع معناه البرينتون، الفصل الوحيد في الأربع فصول اللي بيتحطوا قبله حرف الجر أو، أو برينتون في الربيع، الفيبو الجو حلو. قال لي كمان يتحط للتعبير عن الطعم بس يكون الطعم ده مذكر. يعني ايه الطعم ده؟ هنشوفه في انيتي دو اللي بيتكلم عن الاكل والشرب. لما يجي يقول لك ايه الام، هو بيحب لا جلاس، الايس كريم اللي بالشوكولاته، بالشوكولاته. الشوكولا مذكر، كانت محتاجه اداه التعريف لو، وانا محتاج كمان حرف جر اه اللي هنا بمعنى الباء في اللغه العربيه، بالشوكولاته، يبقى آ لو، آ زائد لو يديني أو. طيب تعالى بقى نشوف استخدامات حرف الجر ألا، آ زائد لا. قال لي لو كنت بتتكلم عن مكان مؤنث مثلا كومباني الريف، أنا عارف إنها مؤنثة، يبقى لما أقول أنا أذهب إلى الريف يبقى جو في ألا كومباني. قال لي كمان تتحط قبل لعبة رياضية مؤنثة بس بشرط مع فيرب إيه؟ فيرب جوي مش فير. فير كنت هحط دولا، لكن انا فيرب جوي بمعنى يلعب بحط حرف جر يبقى الا، الناتاسيون مؤنثه وهنا في فيرب جوي يبقى في النص احط الا. اللي كمان قبل المهن بس تكون المهنه مؤنثه، هنا بروفيسور اخرها او يعني مدرسه، يبقى ايل بارل هو يتحدث الى المدرسه، يبقى الا بروفيسور. لما أكون بتكلم عن الطعم بس بكون طعم حاجة مؤنثة زي الفانيليا، فانيلا معناه الفانيليا، يبقى هو بيحب الأيس كريم على فانيلا. فوق كان قلنا أو شوكولا لأن الشوكولا مذكر. طيب قال لي كمان يتحط قبل مكان بس يكون بيبدأ بحرف متحرك،
هنا بقى هنتكلم على الا زائد الا باستروف. قال لي لما يكون المكان بيبدأ بحرف متحرك، هنا اوتيل بمعنى الفندق بيبدأ بأش متحركة، يبقى اقول نوزالون، نحن نذهب على الاوتيل الى الفندق، حطينا ا الابوستروف. طيب ا الابوستروف تتحط امتى كمان؟ لما اكون بتكلم على لعبة رياضية بتبدأ بحرف متحرك زي ايكيتاسيون الفروسية مع استخدام فيرب جوي، يبقى عايز حرف الجر اللي اسمه ا الابوستروف، هو يلعب الفروسية. طيب تعالى بقى نشوف استخدامات او بتاعت الجمع الاخيرة اكس. قال لي تتحط قبل اسماء او وظائف بس تكون جمع. لو بروفيسور، المدرس، بارل، يتحدث الى التلاميذ. هنا عايز ا اللي معناها الى، والتلاميذ جمع اخرها اس، محتاجة اداة التعريف لي بتاعت الجمع، ا زائد لي يديني او اخرها اكس. ممكن كمان تتحط قبل مكان، والمكان ده يكون جمع، زي هنا ماجازان معناها محلات، اخرها اس هو جمع، يبقى اقول اليا، يوجد دي كليون، زباين في المحلات. في ال يعني اه زائد لي، لان هنا محلات جمع اخرها اس. قال لي كمان لما تكون بتتكلم عن بلد جمع زي الولايات المتحدة الامريكية او الامارات مثلا، يبقى سمير va aux États-Unis إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تعال بقى نشوف حرف جر دو اللي معناه من أو أن أو عن أو للملكية. حرف جر دو ممكن يكون للملكية، زي ما أجي مثلا يقول لك سي لو بورتابل، إنه الموبايل أو المحمول بتاع منى، دو منى، هنا دو للملكية. طيب ممكن كمان يكون بمعنى عن، لما يجي يقول لك مثلا لو بروفيسور، المدرس، بارل، يتحدث دو منى، عن منى. ممكن يتحط كمان قبل بلد مؤنثة زي فرانس، ايجيبت، اي بلد مؤنثة اخرها حرف او، تحط قبلها حرف جر دو من غير اي ادوات تعريف. جو تيكري، انا اكتب لك، من فرنسا، دو فرانس، هنا مش محتاجة ده التعريف، يبقى أقول من بس. أو مدينة مؤنثة، il vient، هو يأتي من طنطا، هنا دو بمعنى من، وإن المدن لا تعرف خصوصا لما تكون مؤنثة، يبقى أقول من بمعنى دو بدون أدوات تعريف. طيب دو كمان ممكن تتحط في الأكل والشرب وفي الرياضة، بس بشرط إن الجملة تكون منفية، ده الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، وإن لما بكون بتكلم على أكل وشرب، الطبيعي في الجملة المثبتة اللي مش منفية بحط أدوات تجزئة. طب لما الجملة تتنفي كنت بطبق قاعدة دو بتاعة النفي، يبقى دو هنا هي قاعدة دو في النفي. علي نو مونج با، علي ما بياكلش، في نفي أهو، يبقى مينفعش أحط أداة تجزئة وأبدلها بحرف جر دو، ما بياكلش سلطة. نفس الحكاية في الرياضة مع فيرب فير، الطبيعي في استخدامات فيرب فير مع الرياضة كنت بحط أداة تجزئة، إلا لو كانت الجملة منفية أشيل أداة التجزئة وأحط حرف جر دو، يبقى علي نو في با، علي لا يمارس إيكيتاسيون الفروسية، أطبق قاعدة دو في النفي، بس هنا جيت أحط دو لقيت الفروسية بتبدأ متحرك، فاضطريت أشيل حرف الأو وأحط أبوستروف، يبقى علي لا يمارس الفروسية. طيب اخر حاجه لاستخدامات حرف جر دو بدون ادوات تعريف، قال لي لما تتحط بعد ظرف كميه، بوكو دو، ان بو دو، اسي دو، ترو دو، كل دي اسمها ظرف كميه، وهنشرحها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يبقى لما الاقي ظرف كميه قبل النقط وبعد النقط اسم جمع مكتوب حاف بدون اي محددات، يبقى في النص احط حرف جر دو، يبقى علي عنده كثير من الكتب، هنا دو بمعنى من. طيب تعال بقى نشوف استخدامات دو لما تكون مدمجة مع أدوات التعريف. قلنا فوق إن دو لو وراها لو بيتلموا في كلمة واحدة اسمها دو. جو تكري، أنا أكتب لك، دو سودان، من السودان. السودان دي يا شباب هي بلد، بس بلد جمع مفيش آخرها أهو، يبقى سوري بلد مذكر،
طالما مفيش اخرها اي يبقى هي مذكر، يبقى احط قبلها دو اللي كانت بتساوي دو زائد لو، يبقى انا اكتب لك من السودان. طيب نرجع معلش خطوه صغيره لورا، مع فرنسا هنا اللي هي كانت مؤنثه كان اخرها اي، ما كنتش محتاج الف لام، عشان كده حطيت دو بس، من فرنسا. يبقى خلاصه الكلام البلد المؤنثه محتاجه قبليها دو حاف بدون اداه تعريف، لكن البلد المذكر لازم احط اداه تعريف، وطبعا عشان هي مذكر محتاج اداه تعريف اللي اسمها لو. طب ما انا عارف ان دو زائد لو يديني دو، يبقى دو سودان. نفس الحكايه في الاربع مدن اللي هم الوحيدين اللي مذكر اللي قلت عليهم، لما اقول هو ياتي من القاهره، في ال اهو في الف لام، طب من يعني دو، دو زائد لو يديني دو، دو كير. طب دو زائد لا من الالف لام بتاعت المؤنث، جابيت انا اسكن، لوان بعيد من ضمن حروف الجر الدالة على المكان اللي لازم احط وراها حرف جر دو. طيب وفي الاخر في سيتادل يعني القلعة، باينة هنا هي مؤنثة اخرها ال، يبقى محتاجة لا. طب دو زائد لا يديني دو لا، يبقى انا اسكن بعيد عن القلعة، دو لا سيتادل. لكن لو انا اسكن بعيد عن المدرسة، ايكول بتبدأ بمتحرك، يبقى احط قبليها دو الابوستروف. طيب انا اسكن بعيد عن الاهرامات، هنا بقى ده مكان جمع، بيراميد بمعنى الاهرامات اخرها اس اهو، يبقى عايز عن ال اللي بتساوي دو زائد لي، دو زائد لي يديني دي. او ممكن كمان تكون بلد جمع، جو فيان انا اتي من الولايات المتحدة الأمريكية، من يعني دو، الولايات جمع محتاجة ليه، دو زائد ليه يديني دي. تعال بقى نشوف حرف الجر اون، وان استخداماته كتيرة جدا. طيب بس ميزة اون يا شباب، هو حرف الجر الوحيد اللي لازم يلزق في الاسم اللي وراه بدون أي محددات، يعني اون ده لا ينفع يجي وراه أداة تعريف ولا أداة نكرة ولا أداة تجزئة ولا صفة إشارة ولا صفة ملكية ولا أي محدد خالص. آه يلزق في الاسم اللي وراه. طيب آه بيتحط إمتى؟ قال لي تحطه قبل قارة أو بلد مؤنثة. علي في يعيش أون فرانس في فرنسا. خلي بالك عشان هتقولي أنت من شوية قلت فرنسا دي بلد مؤنثة، كنت حاطط قبليها دو. آه ده لما أكون جاي منها. علي يأتي من فرنسا يبقى فيان دو فرانس، لكن انا بيقول لي ايه في يعيش، يبقى انا عايز في مش من، يبقى علي يعيش في فرنسا، هنا اه بمعنى في، او علي يعيش في اوروبا اه يوروب. طيب يبقى خلصت الكلام، بلد مؤنثة او قارة تاخد حرف الجر اه، وبالمناسبة كل القارات مؤنثة وكلها هيكون اخرها ا زي اي بلد مؤنثة اخر حرف. امتى احط اون كمان؟ قال لي قبل مادة دراسية، يوسف افور يكون قوي اون فرانسي في الفرنساوي، اون انجلي في الانجليزي، اون مات في الرياضيات، اي مادة دراسية احط قبلها حرف جر اون. كمان بيتحط قبل المادة الخام، لغوب الفستان، اي اون كوتون من القطن، هنا اون معنى من، لما تتحط قبل مادة خام يبقى معناها من، من القطن، اون لان من الصوف، اون كوير من الجلد، اي مادة خام حط قبلها حرف الجر اون. اللي كمان تتحط قبل وسيلة مواصلات، بس شرط تكون الوسيلة بأكتر من عجلتين، يعني مش حاجة انت بتركب فوقيها، احنا قلنا من شوية الحاجة اللي انت بتركب فوقيها زي العجلة، الموتوسيكل، الفيلو، رجلك حتى، كنت بحط قبلها حرف الجر الصغير اللي اسمه آ. لكن لما تكون الوسيلة بأكتر من عجلتين زي المترو، الأتوبيس، التاكسي، السيارة، كل دول أحط قبلهم حرف الجر أ. بس خلي بالك بيس هنا محطوطة حافة هي بدون أداة تعريف، يبقى تاخد أ. لكن لو كان الأتوبيس معرف وقبله أداة تعريف أوعى تحط أ، ساعتها هروح أختار حرف جر تاني خالص اسمه باغ بواسطة. طيب اون كمان تتحط قبل السنة،
يقول لك احنا في سنة كام دلوقتي؟ تقول له احنا في 2005. يبقى ايه ليه؟ ني هو اتولد في 2005، او احنا نكون في 2020 مثلا يعني. يبقى اي سنة احط قبليها حرف جر اه. اللي كمان تتحط قبل اسم الشهر، مارس، افريل، اوت، اي اسم شهر احط قبله حرف الجر اه. اللي كمان تتحط قبل الفصول، بس خلي بالك مش كل الفصول، الفصول اللي بتبدأ بحرف متحرك بحط قبلها حرف الجر اه. اني تي معناها في الصيف، الفيشو الجو حر. طب مين كمان بياخد اون في الفصول؟ اني تي، اني فير، انا تمن. التلات فصول اللي بيبدأوا بحرف متحرك بياخدوا اه. فاضل الفصل اللي هو الربيع، شفناه من شوية كان بياخد حرف جر او برينتون، لكن الباقيين التلاتة بياخدوا اه. طيب اخر استخدام لحرف الجر اه لما اقول في الفصل، كلمة كلاس معناها الفصل. Les élèves، التلاميذ، sont، يكونوا en classe في الفصل. بس برضو خلي بالك، كلاس لو كانت محطوطة لك بعد النقط محطوط قبليها أداة التعريف، يبقى اوعى تختار اون، لأن احنا قلنا ان اون شرط انها تلزق في الاسم بدون محددات في النص. طب افرض بقى هو جايبها لي لا كلاس، الفصل، هينفع احط اون؟ لا، ساعتها تروح تختار حرف جر تاني اسمه دون، برضو معناه في. طيب تعالوا نبدأ بقى نحل، وانا هنا هحل 35 جملة بس عشان نشرح كل الافكار اللي ممكن تجينا على حروف الجر. لكن طبعا في الملزمة ان شاء الله البي دي اف اللي هتنزل بعد ما اخلص المراجعة هيكون في جمل كتير جدا على درس حروف الجر. الجملة الاولى، جو في، انا اذهب الى ماجازان دو فلور، محل بتاع ورد، محل الورود. طيب انا رايح الى المحل بتاع الورد. الى ال يعني اه زائد لو، لان المحل مذكر محتاج اداة التعريف لو، وعايز كمان قبل لو احط الى اللي معناها اه، يبقى اه زائد لو اروح اختار او. اللي بعديها، جو في، انا اذهب الى القاهرة، برضو محتاج الى بمعنى اه، ومحتاج الف لام لان القاهرة من ضمن الاربعة المذكر اللي لازم اعرفهم واحط لو، اه زائد لو يبقى الاجابة او. جو في، انا اذهب الى باريس. طيب باريس بقى مدينة مؤنثة ومش محتاجة أداة تعريف، يبقى أنا عايز إلى بس. طب أنهي إلى؟ أن اللي معناها إلى، ولا آ اللي معناها إلى؟ قلنا لما تكون مدينة مش بلد، مدينة أحط حرف جر العبيط ده اللي اسمه آ أبو حرف واحد بس، لكن لو كانت بلد كنت حطيت حرف جر الأكبر أبو حرفين اللي اسمه آ. هنا باريس مدينة، يبقى الإجابة آ. طيب هنا بقى، جو في، أنا أذهب إلى فرنسا. اه دي بلد بقى، وبلد مؤنثة اخرها هو، يبقى مؤنث، يبقى عايز الى، اني الى، يبقى الاجابة اون طبعا لانها بلد مش مدينة. طيب جو فيان، انا اتي، فيرب فينير بمعنى ياتي. هنا بيقول لي انا جاي من فرنسا، هنا بقى مش عايز الى، انا عايز من. يعني ايه من؟ يعني دو، الاجابة هي دو. طب لما اكون بقى جاي من السودان، جو فيان يعني انا اتي من السودان، قلنا السودان طالما مفيش اخرها ا تبقى مذكر. طب انا عايز من يعني دو، والسودان عشان هي مذكر لازم احط الاداة التعريف بتاعتها اللي اسمها لو، يبقى انا عايز دو زائد لو، يبقى الاجابة دو. طيب الجملة اللي وراها، il va، هو يذهب الى الولايات المتحدة الامريكية اللي هي بلد جمع. طيب هو يذهب، يبقى عايز من ال ولا الى ال؟ لا الى طبعا، الى يعني اه، والولايات جمع محتاجة ليه؟ اه زائد ليه يديني او اخر اكس. طيب جابيت، انا اسكن بغي، بالقرب، من ضمن حروف الجر الدالة على المكان كلمة بغي اللي لازم احط وراها حرف جر دو بمعنى من، بالقرب من. يبقى جابيت، انا اسكن بالقرب من بغي دو النادي. النادي ده مكان، ومكان مذكر طالما مش اخره ايه يبقى مذكر، محتاج اداة التعريف لو، وانا كمان عايز دو عشان كلمة بغي، يبقى دو زائد لو يديني دو. طيب الجملة اللي وراها هي هي بس اتنفت،
Je n'habite pas. أنا لا أسكن. بغي بالقرب من النادي. هتقول يا مسيو الجملة هنا منفية. هل دو اللي انت اخترتها في الجملة اللي فاتت لما الجملة تتنفي اشيل دو واطبق قاعدة دو؟ اقول لك لا طبعا، هنا احط دو برضو عادي، لان هنا دو اللي انا بحطها ده حرف جر مش أداة تجزئة. طيب امتى بقى أداة التجزئة اطبق عليها قاعدة دو؟ لو الجملة كان فيها رياضة، فيها أكل وشرب، فيها طقس مع كلمة إليا، فيها عمل تسوق زي شوبينج وكورس. لكن هنا بيقول لي كلوب يعني النادي، ده مش أي حاجة من اللي أنا قلتها. وهنا كمان في حرف جر دل على المكان، محتاج دو، والنادي مذكر محتاج لو، دو زائد لو، أروح أختار دو حتى لو الجملة منفية. لا ليبريري، مكتبة الشراء، مكتبة المعفنة اللي في الشارع دي. مكتبة الشراء ايه اون فاس، تكون في مواجهة المدرسة، في وش المدرسة يعني. فاس معناها في مواجهة. برضه اون فاس من ضمن حروف الجر الدالة على المكان، اللي لازم احط وراه حرف جر دو بمعنى من. وهنا لي سي مذكر محتاجة لو، دو زائد لو، يبقى الإجابة دو. يا مسيو، هنا كلمة مسيو بمعنى سيدي، وراها علامة تعجب، يبقى أنا كده بندى عليه. بارلي أو سوري علي، حضرتك اذهب. يا مسيو حضرتك اذهب، طوالي تو دروا. هنا اختار دروا اللي في النص اللي من غير او، عشان تو دروا على بعضيها معناها على طول أو طوالي. لكن الجملة اللي وراها يا مسيو تغني يعني لف نقط، هنا بقى شال تو وحط يبقى هنا اختار دروات اللي اخرها او بمعنى اليمين. فهنا بيقول له يا مسيو لف على اليمين. لو سوبر مارشي، السوبر ماركت، يكون نقط دو شي موا من بيتي. شي موا معناها عندي في البيت، دو هنا بمعنى من. طيب اختار بري ولا اختار انتر ولا اختار دوفون؟ هنا هو حاطط لي حرف جر دو، فبيقول لي حط في النقط حروف الجر الدالة على المكان اللي احنا المفروض نحفظها: ا دروات دو، ا جوش دو، ا كوتي دو، ا بروكسيميتي دو، بغي دو، ولوان دو. يبقى هنا الإجابة بغي. لكن انتر ما يجيش وراها دو، وبرده دوفون واختها دريير اللي عكسها في المعنى لازم احط وراهم أداة تعريف مش حرف جر دو. يبقى الإجابة هي بغي. طول جور، كل يوم انا بذهب الى سنتر كوميرسيال يعني المركز التجاري او المول. يبقى الاجابه الى ال، يبقى او اللي بتساوي ا زائد لو، لان كلمه سنتر هي مذكر. لو بارك الحديقه، تكون لو كارتيه الحي. طيب هل هنا في دو بعد النقط؟ لا مفيش دو، يبقى انا مش محتاج حرف جر متدل على المكان، يعني لا الوان تنفع ولا فاس تنفع. يبقى انا محتاج الاجابه الثالثه دوفون، او حتى اختها دريير. دوفون يعني امام، عكسها دريير يعني خلف. الاثنين دول بيتحط وراهم اداه تعريف مش محتاج حرف جر دو. الجمله اللي بعديها il va، هو يذهب الى الفندق. اوتيل معناها الفندق. طيب انا عايز الى يعني والفندق بيبدا بقش متحركه، محتاجة يعني أداة تعريف طبعا الألابوستروف. أ زائد ألابوستروف يديني أ ألابوستروف. Je reviens، أنا أعود. verb revenir بمعنى يعود. أنا أعود من البلاج، الشاطئ. بلاج وباج وإيماج، التلات كلمات اللي آخرهم آج وهم مؤنثين. أي حاجة تانية آخرها آج تبقى مذكر. يبقى بلاج بمعنى الشاطئ مؤنث، بيقول لي انا اعود verb revenir، يبقى عايز وراه حرف جر دو بمعنى من، يعود من البلاج الشاطئ اللي هو مؤنث، يبقى محتاج لا، يبقى دو زائد لا الاجابه دو لا. لكن هنا بقى اون فا، احنا بنذهب الى الشاطئ. الى يعني والبلاج خلاص عرفنا مؤنث، زائد لا يبقى الاجابه الا. ايل سون، هم يكونوا نقط ليبريري. ليبريري معناها المكتبة،
مكتبة البيع اللي في الشارع، هم يكونوا في المكتبة. طيب يبقى الإجابة طبعا على بتساوي في أو معناها في، واللي بالري مؤنثة عايزة أداة التعريف لا، زائد لا يديني على. هتقول يا مسيو ليبراري هنا مكتوبة حاف بدون محددات، ليه ما اخترناهاش أو؟ لأن ليبراري مش من ضمن استخدامات أو. إيه هي استخدامات أو اللي قلنا عليها من شوية؟ اللي تتحط قبل قارة أو بلد مؤنثة، قبل مادة خام، قبل مادة دراسية، قبل السنة، قبل اسم الشهر، قبل الفصول. كل اللي أنا قلته ده مش موجود هنا في الجملة دي. هنا ليبراري ده مكان مؤنث، يبقى محتاج على. Je vais، أنا أذهب إلى المكتب بتاع عمي. طيب بيغو معناها مكتب، قلنا قبل كده أي حاجة خيرة أو تبقى مذكر ما عدا المية والجلد. يبقى لما أقول أنا أذهب إلى المكتب، إلى يعني أه، والمكتب مذكر محتاج لو، أه زائد لو أختار أو. إيجيبت مصر تكون في أفريقيا. أفريقيا دي بقى ده مش مكان عادي، دي قارة، قلنا أي قارة أو بلد مؤنثة تاخد الإجابة أو. أون أفريك في أفريقيا. جو في أو ترافاي، أنا أذهب إلى العمل على رجلي. بي معناها القدم، قلنا بتاخد حرف الجر العبيط اللي اسمه أ، أو أي وسيلة مواصلات بعجلتين برضو تاخد أ. أسك هل tu vas، أنت تذهب، نقط ton ami صديقتك، أو هل أنت تذهبين عند صديقتك. ton ami دي ده اسم عاقل، يبقى يتحط قبله حرف الجر اللي اسمه شي بمعنى عنده. طيب j'aime bien voyager، أحب أوي أسافر في القطر. تغام معناها القطار، دي وسيلة مواصلات بس مش بعجلتين، مش حركة فويها، يبقى ما احطش حرف جر آ هنا، احط حرف جر آ اللي بيلزق في الاسم. ومن ضمن استخدامات آ وسائل مواصلات بأكتر من عجلتين بشرط ما يكونش قبلها أداة التعريف. إليا يوجد بوكو نقط جو، هنا بوكو ده ظرف كمية، يبقى لازم احط وراه حرف جر دو بمعنى من، يبقى الإجابة هي دو بمعنى من، كثير من العصير. Je vais، أنا أذهب إلى الصالة بتاعة الجودو. سال بمعنى الصالة مؤنثة، عايز إلى يعني آ، والصالة محتاجة لا، آ زائد لا يديني على. Tu viens d'où، أنت تأتي من أين؟ واحد بيسأل التاني بيقول له أنت جاي منين؟ قال له أنا جاي من النادي. من يعني يا شباب؟ يعني دو، والنادي قلنا عليه مذكر محتاج لو. طب دو زائد لو يديني ايه؟ يبقى الإجابة دو. مون بير، أبويا، غونتغ يعود تار متأخر إلى المنزل. يعود متأخر إلى، إلى يعني آ، ميزون المنزل مؤنث محتاج لا، آ زائد لا يديني على. سامي باس، سامي يمر، نقط سون كوزان ابن عمه، بور لكي علي او كلوب يذهب الى النادي. يبقى سامي هنا هيمر عند ابن عمه، عند ابن عمه علشان يروحوا النادي. ابن عمه ده عاقل بني ادم، يبقى محتاج حرف الجر شي بمعنى عنده. طيب جابيت، انا اسكن، نقط دو ميزي ايجيبسيان من المتحف المصري. ميزي هو مكان مذكر محتاج قبله أداة التعريف لو عشان أقول المتحف، يبقى لو ميزي. هنا هو حاطط لي دو، وأنا شاطر وعارف إن دو بتساوي دو زائد لو، يبقى أنا هنا عندي كلمتين في كلمة واحدة، حرف جر دو وأداة التعريف لو عشان الميزي اللي جاي وراها، يبقى أنا عرفت إن بعض النقط عندي حرف جر دو. طيب هل سو تنفع يجي وراها دو؟ لا، مش من ضمن حروف الجر الدال مع المكان اللي بيتحط وراها دو. طب هل دون بيتحط وراها حرف جر دو؟ لا، دي وراها أداة تعريف، مش من ضمن حروف الجر الدال على المكان اللي لازم أحط وراها دو، يبقى الإجابة لازم تكون أكوتي، دي من ضمن حروف الجر اللي لازم يتحط وراها دو،
يبقى جابيت اكوتي دو موزي، انا اسكن بالقرب من المتحف المصري. جو في، انا اذهب الى السوبر مارشي. سوبر مارشي هو السوبر ماركت، مذكر يبقى عايز الى بمعنى اه، ومحتاج كمان لو عشان السوبر ماركت مذكر، اه زائد لو يديني او. اوتوم الخريف، لو تو اي موفي الطقس يكون سيء، عايز يقول لي في الخريف الطقس سيء. بس اني في، قلنا بقى حروف الجر اللي بتتحط قبل اوتوم وايفير وايتي اللي هي الفصول اللي بتبدأ متحرك، تاخد اني حرف جر؟ بتاخد او. الربيع هو الوحيد اللي بياخد او، اسمه برينتون. هنا ما لقيتش ربيع، يبقى الإجابة او. نو جوان، احنا بنلعب بيتونك. بيتونك معناها رمي الجلة، واللعبة دي يا شباب اخرها اهي تبقى مؤنثة، يبقى محتاجة حرف الجر اللي اسمه اعلى، لانه مستخدم فيرب جوي اللي بيتحط وراه حروف الجر لما اكون بتكلم عن الرياضة، يبقى الإجابة ألا. سيت اون تارت، إنها تورتاية بالليمون. سيترون معناها الليمون، وده مذكر، هنا بيتكلم عن الطعم، طعمها ليمون، يبقى محتاج حرف الجر اللي اسمه أو. أو سيترون أو شوكولا، لكن لو كان مثلا فانيليا يبقى ألا فانيل. جام لي بانتالون، أنا بحب البنطلونات اللي من الصوف. لن معناها الصوف، دي مادة خام، أي مادة خام أحط قبليها حرف الجر. ده اختصار لكل الجمل المهمة على درس حروف الجر. إن شاء الله لما أنزل مزامة بي دي إف هتلاقي جمل كتير جدا هتحل عليها، وهتطمن على نفسك تماما في خصوص سؤال حرف الجر. ايه اللي انا بقوله ده؟ انا شكلي هيست بسبب الاونلاين ده عشان انتوا مش قاعدين قدامي. ما علينا، اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله في درس جرامر جديد. سلام عليكم.